نظرة الآن على مؤشرات الأسواق المصرية، الإي جي إكس 30 يكسر صعودا مستوى 17900 نقطة، مشتريات العرب تدعم الحركة في جلسة اليوم، لاحظوا إي جي إكس 30 بيرتفع بحدود 18 النقطة المئوية. دعونا أيضا نلقي نظرة على أسهم القلعة اللي تضاعف خلال شهرين من التداول مع ترقب بدء إنتاج الشركة المصرية للتكرير التي تعد القلعة مساهم رئيسي فيها خلال الربع الثالث إذن من 2018. للمزيد حول تداولات البورصة المصرية ينضم إلي مباشرة من القاهرة إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول تداول الأوراق المالية. إيهاب أهلا بك، دعنا نبدأ بموضوع القلعة والارتفاعات المستمرة على هذا السهم منذ فبراير. الحديث السوق يقول أنه شركة لربما حتستفيد من موضوع استثماراتها في شركة تكرير، ما هو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل، ويمكن هو ده السبب الرئيسي اللي بيدفع السهم على الصعود بشكل قوي، وخاصة ان الشركة بعد كانت ما بتحقق خسائر بشكل متواصل على مدار الأعوام السابقة بدأت الأمور تتحسن نسبيا بشكل كبير، وكانت هناك بعض التوقعات السلبية حينما كان وصل السهم إلى حوالي 80 قرش، لكن سرعان ما انعكست هذه التوقعات السلبية إلى توقعات إيجابية، وبدأ السهم رالي صعودي قوي جدا من مستوى 80 قرش إلى حد ما وصل إلى مستوى 2 جنيه و60 قرش، وبعدين بدأ يدخل في عمليات جني أرباح دفعته للاقتراب من مستوى 2 جنيه و20 قرش، لكنه برضو نجح في التماسك قرب المستوى ده، والنهارده بيتجاوز قمته السابقه عند ال 62 وبيوصل ل 271 قرش، واعتقد ان هو قد يستمر في هذا الاداء الايجابي اذا ما استمر على تاكيد اختراقه لمستوى ال 2 جنيه و60 قرش في استهداف مستويات ممكن توصل ل 2 جنيه و90 الى 3 جنيه في الاجل القصير، على اعتبار كمان ان هو بدا يتحرك في اتجاه صاعد سواء على المدى القصير او المتوسط او طويل الاجل، ويمكن هو من افضل الاسهم الحقيقه خلال الشهور الماضيه او يمكن الشهرين ثلاثه الماضيين، ويمكن من اكثر الاسهم اللي حققت ارباح كبيره للمساهمين سواء على الاجل القصير او الاجل المتوسط. طيب خلينا نتحدث عن البورصه ما دام احنا في اول جلسه من هذا الاسبوع، ما هي توقعاتك؟ احنا كسرنا حاجز 7900 نقطه 17900 نقطه صعودا، بدايه ايجابيه جدا على الشركات القياديه وايضا المتوسطه والصغيره، ماذا تتوقع هذا الاسبوع على البورصه المصريه؟ الحقيقة احنا يمكن الأسبوع اللي فات اتسم الأداء بالتحرك عرضي بين مستوى 18000 نقطة أو تحديدا 18082 اللي هو أعلى مستوى تاريخي وصله المؤشر، وما بين مستوى 17580 نقطة اللي هو أدنى مستوى وصلنا له خلال الأسبوعين اللي فاتوا. النهاردة المؤشر قدر أنه يعاود صعوده تاني ويقترب من القمة السابقة عند 18000، وصلنا لحد 17930 زي ما احنا بنتحرك دلوقتي. أعتقد أن هي مسألة وقت ليس إلا في أننا نقدر نتجاوز قمة ال 18082، يمكن بس الفكرة في أننا كل ما بنقترب من شهر رمضان، كل عام وحضرتك طبعا بخير وكل الأمة العربية والإسلامية بألف صحة وخير، اعتقد ان شاء الله انه ممكن يبقى في نوع من الحركه العرضيه نسبيا، على اعتبار ان كده ده هو العادي او ده الطبيعي اللي بيحصل كل عام، ان مع شهر رمضان بتميل التحركات الى الشكل العرضي مع انخفاض نسبي في قيم واحجام التعاملات، على اعتبار كمان ان ساعات التداول بتقل، لكن ده لا يمنع من اننا طبعا غالبا هنتجاوز القمه السابقه اللي هي عند 18082 في الاجل القصير او المتوسط، على اعتبار اننا بنتحرك في اتجاه صاعد طويل الاجل. مؤشر اي جي اكس 70 اللي بيقيس اداء الاسهم الصغيره والمتوسطه حاله مختلف نسبيا، المؤشر ده بيتحرك عرضي ما بين 860 الى حوالي 880 نقطه. نعم. النهارده وصلنا الى 872 وده رقم ما جبناهوش برده من فتره، اعتقد اننا برده خلال الاسبوع ممكن نشهد إعادة تجربة الـ 880 مرة تانية داخل إطار الحركة العرضية اللي بيتحرك فيها على خلاف مؤشر الـ EGX 30. إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، شكرا جزيلا لك.